هذا الدرس سوف نتحدث عن الدب شيت في بلندر. تخيل عندنا أنيميشن بسيط وليكن في سوزان مانكي بهذا الشكل، الفريمز 150 فريم. انزرت RR، انزرت لوكيشن روتيشن عند 50 فريم نمبر 50 بهذا الشكل، انزرت لوكيشن روتيشن نزرت لوكيشن روتيشن عند 150 ونعمل روتيشن بهذا الشكل، نزرت لوكيشن روتيشن. ابلاي للانيميشن، انيميشن ظريف جدا. اولا هنذهب الى في هذا القسم ده كده التايم لاين، فهذا مباشرة الى الدوب شيت. الدوب شيت ما هو الا وسيلة الى ريتايمينج، اعادة وضع الفريمز او التعديل في توقيت الفريمز. اي التعديل يسمى ريتايمينج. وظيفة الدوب شيت هي الريتايمينج، يعني تعديل في الفريمز والتوقيت، التعديل في مواقيت للفريمز. فاذا ببساطة شديدة اي فريم نقف عند الفريم هذا ممكن جي 5 يتحرك الى 5 فريم، جي ماينس 5 يرجع تاني للاول. يفضل لو في كي كلام سليم. جي بهذا الشكل 5، جي ماينس 4، جي ماينس 1. أيضا السكيل لو الماوس عند أول فريم فالسكيل بهذا الشكل، سكيل طبعا كده هيبقى الأنيميشن أطول. فهننتهي كده عند الفريم نمبر 175، وهذا هو معنى الريتايمينج أي إعادة التوقيت للفريمز. ببساطة شديدة هنا طبعا ممكن في أكشن إيديتور وفي شيب كي إيديتور، في جريس بنسل وفي ماسك. في هذا الدرس سوف نشرح الدوب شيت بإذن الله. في الدرس القادم سوف نشرح الأكشن إيديتور. معلومة ظريفة جدا، نتخيل هنا في كيوب، هذا البطن هيظهر لي البنات طبقا اللي انا مختاره، فبيظهر فقط الداتا للعنصر اللي يتم اختياره. نتخيل هنا في سفير، فريم نمبر 1 في انزرت لوكيشن روتيشن، فريم نمبر 50 في لوكيشن روتيشن بهذا الشكل، 100 نزلت لوكيشن روتيشن وهكذا. نذهب مرة أخرى للدوب شيت. العنصر اللي هو الثاني اللي هو الجوست أو الشبح اللي هو الأيقونة اللي على نفس رقم الشبح، فبيتم الاختيار على أساس جميع العناصر، سفير وسفير أكشن وهكذا. بمعنى إن لو اخترنا في الجوست يتم إظهار جميع البيانات في جميع المشهد، يعني الجوست بيظهر جميع البيانات في المشهد. فعندنا في المشهد في ثلاث عناصر، السفير والسوزان والكيوب. الكيوب ملوش أي داتا فمش هيظهره، لكن عندنا بيظهر السوزان مانكي والسفير الكرة، فظهر جميع البيانات للسفير والسوزان مانكي. لو عايزين ننظر فقط اللوكيشن فهنا نكتب لوكيشن
لا عايزين نظر الروتيشن، نكتب روتيشن. الفلترز في جميع الفلاتر بهذا الشكل، اي انت عامل انيميشن للكاميرا ولا عامل انيميشن للتكتشر ولا نادرا ما بستخدم الفلتر، لان جميع الفلترز عبارة عن بهذا الشكل، عبارة عن روتيشن ولوكيشن. فالفلتر نادرا ما بنستخدم الفلتر. طبعا في كوبي وفي بيست وفي كوبي بيست ميرور. الاخر ننهي الدرس، لان عندنا في الفيو سلايدر ممكن اظهار القيم بهذا الشكل. فهنا دي القيمة 4، هنا القيمة -3، وهنا القيمة بهذا الشكل. طيب ببساطة شديدة ممكن اللوكيشن ممكن من عن طريق البيج اب والبيج داون تحريكه بهذا الشكل. تخيل احنا هنا كده في هذا الجزء ممكن يتم اختيار جميع العناصر اليمنى عن طريق هذا المارك اب داون، او يسمى اختيار جميع الفريمز في اليون عن طريق السكوير براكت اليمين، اليسار عن طريق ليفت سكوير براكت. ممكن بي نختار البوردر مجموعة من الفريم. السكيل بيكون عن طريق الكورسر. ممكن نعمل دوبليكيت شيفت دي، ممكن نعمل اكستند بهذا الشكل. الاكستند نفس السكيل. ممكن نحذف ديليت كي فريمز عن طريق هذا الاكس. ده كده بيكون كانت عبارة عن نظرة شاملة عن الدوب شيت في بلندر 2.79.